موظف حكومي وينصرف مبكرا بعلم المدير المباشر من العمل، هو موظف إداري ولا يترتب على انصرافه انت مبكرا. قلت حكومي، هو الذي قال ولست انا. نعم اقصد يعني الصوره انه حكومي. نعم. هو متعاقد بعقد ما يجوز له ان ينصرف قبل الوقت في حبس وقت. نعم لابد ان يكتمل وقته في معرفة التعاقد. اما اذا كانت لحاجه او لضروره فهذا امر اخر. اما اذا كان الانصراف بالمدير، هو بيكون المدير المباشر، لا ليس المدير الذي مدير الشركه كلية المخول من قبل مثلا الوزير او من قبل المسؤول بانه انظر للصالح وافعل. فهمني حضرتك؟ نعم. يعني انا لو هو مدير المدرسه باسرها المخول ينظر للصالح وافعله، فينظر للمصلحه، يقول انا لما اعطيه الوقت ده ويمشي ياتيني بعد ذلك بقوه وبهمه ويثمر ويتنامى العمل. فهذه على من وضع مديرا عاما او نقول رجلا مخولا له الاهليه في النظر الى المصالح. فان كان كذلك فنعم، لكن على ما وصف هذا المدير المباشر اللي هو فوقه درجه لا يجوز له ان يذهب. المدير هذا لابد ان يسال عن هذا، كيف تصرفه؟ كيف يعني توافق على انصرافه؟ ومن قال لك ان هذه تؤدي الى مصلحه العمل؟ هذا تعاقد، والمسلمون عند شروطه. اوفوا بالعقود يا الذين امنوا، علامه الايمان الايفاء بالعقود، فلا يجوز له ان يفعل ذلك.